يترقب الملايين من عشاق كرة القدم في إفريقيا والعالم انطلاق بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من يومه الجمعة. وكشفت صحيفة اليوم السابع أن الحفل الافتتاحي سينطلق بداية من الساعة 8 مساء لمدة 14 دقيقة، كما أنه سيتم إغلاق ملعب القاهرة الدولي في الساعة 6 من مساء اليوم، علما أن المواجهة بين مصر وزيمبابوي ستنطلق بداية من الساعة 10 ليلا. وعنونت صحيفة سكاي نيوز انتهاء أزمة افتتاح أمم إفريقيا ومصر ستواجه زيمبابوي، وذلك بعدما نشبت أزمة قبل ساعات من بطولة الكان إثر تمرد لاعبي زيمبابوي وتهديدهم بعود خوض الافتتاح أمام مصر بسبب عدم توصلهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية من الاتحاد المحلي. بينما عنونا موقع في الجول ملعب الروب يجمع الأبطال لبدء مهمة استعادة الكأس الغالية مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم، وأشارت إلى أن ملعب القاهرة أو كما يعرف باسم استاد الروب أصبح جاهزا وفي أبهى صورة لاحتضان افتتاح أمم إفريقيا مصر 2019، ومن بعده استضافة جميع مباريات الفراعنة في المسابقة المذكورة. مهمة جديدة البطل فيها هو استاد القاهرة، وبعدما أوفى بوعده ونفذ مهمته السابقة مع منتخب مصر في عام 2006، الآن على الملعب الروب جمع كل الأبطال المطلوب منها تنفيذ المهمة الجديدة وهي الفوز باللقب.